هاي جايز كنتمنى تكونوا بخير. انتما كتفرجوا في هذه لا فيديو ايبان لكم الديكور ديال البيت تبدل لحقاش انا قلبت داكشي لحقاش انا نورمالمون موالفه كنصور تما ولكن صراحه ما كيكونش الظل انا ما كيكونش الظل ملي كيكونش الضوء انا نورمالمون كنبغي نصور مكياج كنبغي نصور شحال من حاجه كيكون الضوء ما كاينش اولا كيكون الضوء قليل اولا كيجي وشي فشي شكل ولكن توداي جا هو هذاك داكشي علاش قلبت هادشي كامل. لا فيديو ديال اليوم اسبونسوريزا بار بليزيور مارك كاين شي حوايج لي شريتهم كاين شي حوايج لي وصلوني من عند دمارك غادي نخلي لكم اليان ديال الحوايج اللي لقيت في الديسكريبسيون شي حاجه ما لقيتهاش اولا شي حاجه شريتها من على برا اولا شي حاجه بحال هكا فما غاديش نحطها لكم لحقاش بحال دابا واحد عنده محل ما عرفتش انا كيفاش غادي نجي نتواصل معاه ولا ناخذ اليان ديال داكشي لحقاش اصلا ما يكونش عنده باش الزقه داكشي غايز غنبداو باول حاجه اول حاجه وصلتني لا نبداو اول حاجه لابساها لبسها اليوم كنت بغيت ندير لكم تراينور ولكن اصلا انا دابا لابسه يعني ما كاينش كيفاش ندير لكم تراينور هو ناري لا سمعتوا دابا بيبي صغار كيبكيو هادو راه تزادوا عندنا في لا فامي دي بيبي صغيرين وكيغوتو كيبكيو وهادشي ما مزيانش يوتيوب ولكن راه ما عندي ما ندير لهم. اول حاجه غادي نوريها لكم جايز وهي هاد التوب اللي لابسه دابا هاد التوب كنت خديته من جوميا كانوا دايرين تخفيضات شحال هادي جوبونس ولا لقيت لكم ليان ديالو غادي نحطو لكم في الديسكريبسيون. دونك هاد لو توب كيجي بحال هكا ما ديوش عليا بيجاما راه ما عندي ما ندير دونك انا اللي كيبان في الفيديو كيبان غير الفوق دونك لحش ما كيهمش. دونك اول حاجه خديتها وهي هاد التوب من جوميا في هاد لي تروك بحال هكا من هنا عجبوني وديجا هو كيجي قصير يعني بغيت تلبس خصك تلبس مع شي تاي لي كون تايوت شي سروال اللي كون تايوت وكيبقى كتبقى زعما باينه كرشك. دونك بالنسبه للبنات اللي ما كيبغوش كرشون يبانوا داكشي فما ننصحكمش الكاليتي ديالو زوينه حرشه ما عرفتش واش كيبان لكم كيبان لكم في لا فيديو التوب ديالو كيفاش داير ما عرفتش واش التوب ديالو كيتصلح ولا لا ولكن سي ترو بو عجبني بزاف وكان الثمن ديالو صراحه ما غاليش بزاف. سو كيف ما قلت لكم هذه اول حاجه خديتها وهي من جوميا كان الثمن ديالها صراحه ما غاليش بزاف 70 درهم بلس لا ليفريزون بيان سور. خديتو في نوار ما كاينش شويه كولور يعني ما كاينينش لي كولور داكشي علاش خديتو في نوار واصلا ما عنديش صراحه دي توب في نوار. دونك ثاني حاجه هاد الحوايج دابا اللي غادي نوريكم اولا هاد التوبس اللي كنوريكم اسبونسوريزي بار ايبيريس ايبيريس سي اون مارك اللي بصراحه باقي الله يلا زعما اون مارك اللي جديده بزاف وزوينه كيديروا دي توب. المهم في الصيف كانوا داروا دي توب وهادو هما اللي غادي نوريكم كنت باغا صراحه ندير لكم هادشي في الصيف دابا راه ما بقاش الصيف دابا راه دخل البرد ولكن هاد لي توب كانوا صيفطوهم لي صراحه في شهر 7 سي تان كود كور وحق الله الا لي توب ديالهم واعرين بزاف تقدري تلبسيهم الا كنتي كتبغي تلبسي داكشي طويل ماشي داكشي طويل زعما داكشي ما تكونش كتبان لك كرشك واش تقدري تلبسيهم وانتي اون ميم طون زعما كتلبسي داكشي مين فونتر وعندك داكشي كول عادي ما عندكش مشكل. الحوايج كلهم اللي غادي نوريكم ديجا تصور بهم في انستغرام غادي نخلي لكم التصاور هنا او ادخلوا الانستغرام ديالي غادي نخلي لكم هنا ودخلوا وشوفوا التصاور كاملين ولكن انا بغيت نوريهم لكم هنا باش نشرح لكم اكثر ونعطيكم شاده ديال لحقاش كاينين اللي ما كيعرفوش اولا كاينين اون فيت اللي كيسولوني في انستغرام كانوا بنقول لكم سمحوا لي بزاف لكن ما كنتش كنجاوبكم في انستغرام لحقاش كاينين بزاف جو لي ميساج بزاف جو لي ميساج وما كنقدرش نجاوب كلشي يعني كنحاول نجاوب لا بليبار. اول توب صيفطوا لي ايبيريس هو ان توب اللي شوفوا لا كولور ديالو عرفتي كيفاش كتبان لا كولور ديالو في الفيديو. انا غادي نحاول نخلي لكم تراينول هنا يعني نتوما كتشوفوا فيا وميم طون كتشوفوا تراينول هذه هي المعجزه ديال المونتاج. كما قلت لكم هاد التوب كيجي بحال هكا اما كتلبسوه كامل من هنايا كتغطيو كتافكم اولا يمكن لكم تلبسوه بحال هكا ولكن انا كيعجبني نلبسو يكون بحال هكا كيبانو كتافي وكتجي لا كولور ديالو زوينه ما عرفتش واش كيبان لكم مزيان ولكن شو هو قصير هو ما طويلش ولكن عرفتي كيفاش كيجي في اللبسه نخلي لكم شي تصويره اولا دخلوا الانستغرام ديالي وغادي تشوفوا معايا زعما كنستايل الحوايج وداك التخبيق كامل عندهم حتى بحال هذا في لو روج ما عرفتش انا فين هو كاع داك لو روج لحقاش انا باقي رجعت من السفر وباقي بيتي مرون صراحه كيف ما كتشوفوا غير نحاول زعما نقي ونجمع داكشي ولكن راه بيتي ما دايرش بحال هكاك. ثاني حاجه صيفطوا لي ايباريس ثاني وهي ها توب اللي كنصورت لكم اللي كنت لحقت لكم لا فيديو به لا فيديو اللي فاتت كنت لابسه فيها ها توب ها هوايا كيفاش كيجي غنحاول نبين لكم في تراينول عنده ايديه طوال انا عارفش كيفاش نستايليه هي اما غادي نخليه زعما يا اما كنخليه هابط حتى الايدي حتى لهنايا اولا كنحاول نطلع دوك العقيدات ديالو حتى لهنا باش كيجي من فوق من هنا كيجي فيه هاد كيجي فيه هاد المفيفيخات اللي عندي حتى في هاد التيشيرت اي هاد التوب كان هو تراندين هاد العام كانوا كلهم كيلبسوا زعما دوك لي تيشيرت اولا حتى لي شوميز اللي كيكونوا غايه راه هو التوب ديالو هو التوب ديالو ديال اون شوميز ولكن سي با اون شوميز صراحه ولاو كيعجبوني بزاف لي كولور اللي كيكونوا بحال هكا ولا كيعجبني اللبس بزاف الموف ولا كيعجبني واحد الدرجه ما يمكنش. انا غادي نوريكم واحد اللبسه حتى هي صيفطوا لي ايباريس ولكن بلاتي داكشي يمشي بلا زيتاب. ثاني حاجه وصلتني وهي هادي من ايباريس هي بحالها بحال لو توب الاول اللي وريتكم كيتلبس ميني فونتر وكيتلبس حتى لبستي تخشي في السروال ديال شي سميطه مزعما ما تبانش كرشك حتى هوايا وعندو بحال هكا ايديه طوال. ثالث حاجه من عند ايباريس واحد جوج ثلاثه رابع حاجه من عند ايباريس وهي هاد التيشيرت بحال هكا نيري ولا كيحمقني النيود انا اكثر
اكثر حاجه ولات كتعجبني حتى هي هي النيود، ولو كيعجبوني كالرز وليت كنبغي نلبس الكالرز في حوايجي بزاف. شوفوا لا كولور ديال الطوب كيفاش دايره، عرفتي واعره بزاف. شو هاد لي تريك بحال هكا من الجناب بحال هكا، حتى هي كتلبسي اما كتلبسيها بحال هكا، اما كتلبسيها زعما بحال هكا، يا اما كتلبسيها فوق من كتافك، اي كتجي بحال هكا واحد الطوب عادي. هذا طويل شويه، هذا بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يلبسوا داكشي طويل، هذا طويل شويه ما غاديش يجيكم ميني فونتر. او فوالا اخر حاجه وصلتي من عندي باريس، ماشي اخر حاجه ولكن اخر حاجه في لي طوب، وهو هاد الطوب الابيض. شوفوا عرفتي لا كولور ديالو شحال زوينه، شي داك الابيض، الابيض اللي كريم، كاين شي ابيض كريم ولكن بحال لون ديال لا كريم، عرفتي واعر بزاف. هذا كيجي قصاور البنات، هذا بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يلبسوا داكشي قصير، انا كنلبسو كيجيني قصاور وايديت هما طوال ونقدر نجمعهم حتى هما نديرهم نصكم، نقدر ندير لهم اللي بغيت يعني نقدر نستايليهم كيف ما بغيت. المهم لي توب ديال ايباريس واعر بزاف، انا غنحاول البنات نخلي لكم ليان ديال الباج انستغرام ديالهم، تقدروا تكونتاكتيهم وتاخذوا من عندهم لي توب. ما عرفتش دابا واش باقيين عندهم اولا سولد اوت، باقي ما عرفتش لحقاش خرجوا اون نوفيل كوليكسيون، وما بين لا نوفيل كوليكسيون اللي خرجوا انا غادي نوريكم. في الكوليكسيون ديال ايباريس وهي واحد لونسومبل فيه واحد قبيه بحال هكا، حتى هي في البيربل، لحقاش انا وليت كنقول لكم كنحماق على هاد لاكول. اكثر حاجه واش كتعجبني هاد لاكولور، شوفوا عندها هنا زعما منين تربط هاد العيبات هكا كيتسدو كتجمعيهم، بحال دابا داك الشيء باغا تلبسيها قصيره بزاف كتجمعيها من هنا تقلبين على البوك، فاش كتبغي تلبسها قصيره كتجمعيها، ولا بغيتي تلبسها طويله فكتخلي كتجمعيها غير شويه يعني ما كتكرزيهاش بزاف باش ما تجيكش قصيره. عرفتي حتى التيسيو ديالو مزوين بزاف، سخيخن، هو سخيخن هو ديال البرد ولكن حتى في الصيف يعني ما كيزمتكش بزاف ولكن ثاني سخون، الكتاف ديالها طايحين او ميم طون يجيها طوال. انا جادور اي قبيه، انا فاش كنبغي ناخذ قبيه كنحاول ناخذ ديما الاكس ال ال داكشي باش يجوني كمامهم طوال، لحقاش في البرد هكا يديات كتبقى بحال هكا في البرد، ميمكنش نلبس شي تيشيرت في البرد ويكون بحال هكا، لا خصي يدي يكونوا بحال هكا باش كنقدر ندير لهم هكا ونسخن ايديا في الكلاس وهكا ما يجينيش البرد. او ماي جاد واو، هاد القبيه كيجي معاها هاد السروال ديالها، كولا غتجي شحال زوينه كنقول لكم، واعره 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 بزاف هاد لاكولا. كيجي حتى هو فيه هاد اللعيبات هنايا، عنده الجيوبه، الجيوبه ديالها صراحه كبار متخشفي معنا كامل، اي سروالها طويل وكيجي عريض فوالا، ومن هنا مقبوط ثاني. بحال دابا انا في البرد نورمال، والله الا انا في البرد بحال دابا كنعس بشي لايبه ولا شي حاجه، فاش كنوض الصباح مايمكنش نحيد ديك اللايبه اولا داك الكورن اللي لابسه به ونلبس سروال، امبوسيبل، هادي اخر حاجه نقدر نديرها. انا في البرد كنفيق الصباح كنكون ديجا لابسه حوايجي لتحت، كيخصني نزيد عليهم حوايج نخرج صافي، ميمكنش اني نعاود نبدل في البرد، فهادو كيعاونوني صراحه بزاف. جوست كنكون لابسه لتحت شي كولون كنجي كنلبس هادي وكنخرج. غادي ندوزو دابا للسراول، كنت خديت هذا حتى تصورت بيه بزاف انستغرام وكانوا سولوني عليه بزاف ديال بنات البنات، هذا راه خديته من جوميا، ميمكنش انا وليت كنحمق على شي سراولي بحال هكا. شوفوا دابا هو غادي يبان لكم زعما كلاسي بزاف، ولكن انا كنلبسو كنلبسو مع شي حاجه سبور وكيجيني واعر بزاف، من هنا كيتسد بهاد اللعيبه بحال هكا وفي صديفه يعني ما غاديش نبقى مصدعه معاه كيفاش غادي ندير نسدو. سو السروال كيجي بحال هكا، هذا جاني عريض، هذا جاني عريض ومشيت نقصو عند الخياطه. المهم انا خديت الاس في جوميا، وفاش وصلتني وصلتني مكتوبه فيها الاس، وفاش قياساتها ما كوزين ما كوزين كتلبس الام وجاتها، دونك ما تيقوش في القياسات اللي عندكم تما. ما عرفتش لقيت لي لقيت لكم الليان ديال السروال غادي نحطو لكم تحت، ما لقيتوش عندي من ديال الحق الجوميا، ماشي اي حاجه كيحطوها كتبقى عنده يعني ديما كيخرج عندهم داكشي من ستوك، لحقاش كاينين بزاف ديال ليفوندور فيها وديك التخربيق. ها هو السروال كيجي من الفوق لاصق، من الفوق كيجي لاصق بزاف، من التحت شوفوا من التحت، من التحت كيجي عريض، شوفوا ها انتم هنا لاصق وكيتم غادي وكيعراض، حتى كيعراض من التحت. بحال دابا انا دابا فاش كنلبس شي سبادغي ما كتبانش لي سبادغي، كيبان غير داك شويه من هاد التحت، وهادي اكثر حاجه كتعجبني، كيجيني هادشي ستيله بزاف وسخون ديال البرد، وانا كنت كنلبسو في الصيف كنت كنموت بالصيف. كانوا فيه الجوبه ولكن مع انا نقصو الجوبه مشاو، دونك انا ما اصلا ما كنتش مسوقه الجوبه، كنت مسوقه غير السروال انه يجيني وصافي. وعرفتي كيجي واعر في اللبسه واعر، انا بما انني انا ضعيفه ولا كيعجبني انني نلبس داكشي اللي كيكون لاصق من الفوق ومن التحت كيكون عريض، يعني لحقاش كيضرك ديال الكيباش، لحقاش انا الكيباش صغيرين، دونك فاش كنلبس شي حاجه على داك كيجي داكشي متناسق الفوق مع التحت. مع ثاني حاجه في السراول هي هادي، كنت وريتها لكم في انستغرام وكنت دويت لكم عليها في انستغرام، وغادي نعاود نقول لكم هنا تاع عليها. هنا هذا خديته من عند واحد لو سيت سميتو غوتيتا، شوفوا لا كولور ديالو كيفاش دايره، فيه هنا واحد جوج جويبات ولكن ديجا مسدودين، اي عنده هنا
الصديفة، هاد الصديفة اللي فيه لاحظت بلي انا اغلب الحوايج اللي كيكونوا كلاسيك كتكون فيهم هاد الصديفة بحال هكا كتسد فوالا. هذا حتى هو ديجا مشيت نقصو، شوفوا موسخ كان شفتو شي ام سوري جايز، ولكن هذا كنت لبسته في السفرت وما شفتوش واش توسخ ولا لا، ولكن فيه واحد الطاش هنايا تكون ديال الماكله لحقاش انا قاصو كناكل. ما علينا، في هاد العلبه ديال الفيلور وخديته في الطاي اس، ولكن واخا الطاي اس ما جانيش علاش لحقاش هذا البنات كيتلبس حتى لتحت من صدركم عشان كيجي ستيلي بزاف. اي كيف ما قلت لكم كيجي من هنا مقبوض، اي من التحت كيجي عريض كيجي قصاور في اللبسه، وهي اكثر حاجه عجبتني فيه. الحاجه اللي غادي نوريكم دابا وهي واحد الحاجه اللي حتى هي بغيت لكم في انستغرام وتصورت بها، وهي واحد جاكيت جينز وصلتني من عند لو ميم سيت اللي خديت من عنده داك السروال اللي في كريمي، كانت اصلا ديجا عاجباني كنت كنشوف الناس لابسينها وما كنتش كنلقاها. فاش كنت كنلقاها مشرقه، وانا ديجا ما كنجيش نلبس داكشي اللي كيكون مشرق بزاف. اي فوالا، في هاد العيبات هكا هنا الفوق، اي فيها هنا واحد الجويبات كيكونوا هكا كبار، و ايديها جاوني طوال خديتها ام على قبل كيف ما قلت لكم باش انا كيعجبني ايديا ما نخرجهمش يبقاو يبانوا غير صبيعاتي من التحت، وهي جاتني هي هذيك صراحه، واخا جاتني عريضه واحد شويه ولكن ماشي مشكل نكبر فيها. ملور فيها هاد لي تروك بحال هكا حتى هي، وفيها هاد الشنيتيفات هكا ستيلي وسامبل، كنقدر نلبسها مسدوده كنقدر نلبسها محلوله كنقدر نلبسها كيف ما بغيت يا با دخول. غادي ندوزو وهي السماطي. هالسماطي كنت شريتهم فاش مشيت لفاس، يعني ما عنديش شي ليا فين نحطو ليكم، ولكن جوست بغيت نوريهم ليكم. هادي كنت خديتها بحال هكا من فاش مشيت لفاس، كانوا عاجبيني بزاف السماطي البيضاء، كنت نموش وناخذ واحد السماطي البيضاء، وفاش مشيت لقيتهم ولقيتهم زعما عند هذاك اللي كيصوب بشد، يعني كيصوبهم قدامك كيقيسهم عليك كيقطع عليك زعما تلا شنتي جهد كرشك زعما، وزعما ما كنلقاش فيهم داك المشكل. كنت كنفكر انني كومونديهم من جوميا اولا من علي اكسبريس، ولكن كنت خايفه من لاكاليتي لحقاش كيبداو يتقشروا، كنت خايفه من اش ثاني ولا تفكر، كنت خايفه انهم ما تجيش قدي وما يكونوش دايرين لها شي تقيبات زعما التقيبه ديالها ما يكونوش يجيو قدي. شوفوا كيفاش دايره، ما خديتهاش كتبري، المهم كاين هذوك اللي كيكونوا فيهم من هنا الفيرني، ولكن انا خديتها عاديه. ثاني حاجه في السماطينيت خديتها وهي هاد السمطه اللي دايره بحال هكا، هذه الجلد ديال الثعلب، الثعلب شنو سميتو، حنش. شوفوا كيفاش دايره، حتى هذه ما كانتش عندها بحال هكا وانا اللي قلت ليه بدلها ليا. شوفوا كيفاش دايره. ثالث سمطه خديتها وهي هذه، انا وليت مدمنه السماطي، ولكن صراحه انا ما عنديش سماطي بزاف دونك كنت محتاجه شي حاجه بحال هكا، خديت هذه سامبل صغيره عرفتي، هذه ستيله مع سكان واحد السكان كنت خديتهم انا غادي نوريهم لكم دابا. فوالا هذه بالمزيان مزيان ما بدل ليا فيها حتى شي حاجه. ثاني حاجه غادي نوريها لكم وهي سكاني دو لوكس، هادو خديتهم بواحد 6000 يورو جو بونس، وكانوا شدوا مني في الديوان وبقيت طالعه ونازله عليهم. كنكذب عليكم، هادو خديتهم ب 90 درهم، معقلتش خديتهم ب 90 درهم 80 درهم، المهم ما فايتينش 100 درهم. كنت خديتهم حتى هما من فاس، تخيلوا انني انا من هادشي كلشي ما خديتش هادو ما كنديرهمش، هادو غير محطوطين. الحاجه الوحيده اللي خديتها زعما اللي كنت باغاها في هادشي كله وهي هاد سوبيسي ساك كيوت 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 سي لويس فيتون كيف ما كتشوفوا. كنضحك معكم، اي من الداخل عندهم لا كولور وفوش صراحه، ولاو فين ما مشيتي كنت كتلقاهم كيهزوا ليا التليفون كيهزوا ماكياج كيوت. ولكن بلاتي نوريكم شنو خديت من عند دوك الافارقه ديالنا، الافارقه بحال انا جاي من السويد، ولكن من عند هذوك اللي كيبيعوا دوك الجويلريز وداك التخربيق وداك الشيء الجميل. هذو كنشوف بحالهم بزاف ديال البنات كيتصوروا بهم في انستغرام كيجوا زوينين، بلاتي نديرهم ونوريكم. لا بلاتي، اول حاجه غادي نوريكم هي الخاتمه ديالي، ها هي هادي كيف ما قلت لكم سي ذهب، واخا تشوفوا هادي بلي راسي ذهب عرفتي، كاينين دجا ولي بحال هكا، يعني فاش كيشريو شي حاجه كتسولهم، فاش كتشوف شي واحد زعما شرا شي حاجه وكتمشي كتسولو كتقولي بشحال شريتي هادي ولا هادي، كيقلت عليك هادي خديتها من، ما كيقولش لك زعما البلاصه اللي خداها باش انت تمشي زعما وتشري داكشي اللي بغيتي، لا كيقول لك هادي شريتها من المزنبيق من عند واحد تما واحد الراجل، غتمشي غتسولو على مراتو غادي تدخل وغادي يحل لك واحد القفل وغادي تمشي وغادي تلقاها في واحد الصندوق و عرفتي واش كيبان لكم مزيانه ولا لا. المهم في هاد اللعيبه بحال هكا خدينا انا وبوتينا بحال شي ما كيبانش لكم مزيان، خصني نشري كاميرا. هادو ما خصهمش يقربوا الماء، حتى البنات بالنسبه للبنات اللي كيبغيو ياخذوا داكشي من علي اكسبريس، انا دفعت واحد لاكم ودفع علي اكسبريس، وان فوا توصلني غير نوريكم شنو خديت من فيها. البنات اللي كياخذوا بحال دابا هادشي وهذا هادشي زعما من علي اكسبريس، بغيت نقول لكم جوست انكم قبل زعما
قبل زعما فاش تشريهم ما تقربوش ليهم الماء. شحال من وحده كتشري وكتقول لك اه داكشي ما زوينش كي كحل، راه بيان سور راه ماشي ذهب وماشي تنقره، يعني راه عادي انه غادي كحل، ما تقربيش الماء. بحال دابا اللي كنتي كتعرقي كنتي سنسله وكنتي كتعرقي حاولي تلبسها من فوق الحوايج، زعما حاولوا انكم ما تقربوهاش الماء، ما تقربوهاش العرق وداكشي ما غاديش كحل ليكم. ما عرفتش كيبانوا ليكم ولكن ها كيفاش كيجيو. So guys كانت هادي هي لافين ديال لا فيديو، كنتمنى تعجبكم، كنتمنى تعجبكم الساك ديال لي ميزيتون اللي خديتو. باش اش قلت شحال قلت لكم قبيله؟ قلت لكم 8000. المهم 8000 يورو اي صافي. دونك نتلاقاو في نوتر فيديو. قولوا لي شنو لي فيديو اللي تبغوا تشوفوا في كل فيديو، كنقول لكم شنو لي فيديو اللي تبغوا تشوفوا، لحقاش انا كنبغي نصور لكم دي فيديو ما كنلقاش دي زيدي. عاونوني قولوا لي دي زيدي اللي كنصور لكم. الا كنتو اول مره غتشوفوني ما تنساوش ديروا جيم كومونتير، ما تنساوش ديروا سبسكرايب. نتلاقاو في نوتر فيديو.